حابب احكي لك شغله يا عبد العزيز الدغيتر. هذا المسكين اللي قاعد جنبي الدكتور عمر، انه معنا الدكتور عمر، بعدين انه معنا المحلل الحصري والوحيد والمش عارف ايش عبد العزيز الدغيتر. انت كانت السماعه باذنك مو شغاله، طلعت على الهواء قلت لنا انا ما رحبتوا فيني وانا تركتوني وانا طب اذا شفت البرنامج هلا شو راح تقول بعد ما تشوف البرنامج؟ واحنا مرحبين فيك وانت عم تهاجمنا وتقول ما رحبوا فيه، شو بدك شو نعمل نحن بهالحاله هي؟ أنا ما قلت إنكم لا كذا ولا شيء، أنا أقول بالعادة فيه يعني فيه 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 كلمات ترحيبية في البداية ما سمعتها لأنها لم تصل، عاد هل هي من المصدر؟ هل هي تكنيكال بروبلم؟ ما يعني اي دونت كير، أنا اللي أسمع أقوله بالعادة في ترحيب، استغربت ما في ترحيب، هذا لا يعني إنه أنا غير مرحب فيني أو إنه أنت عندك يعني شعور إنك ما ترحب فيني، لا أنا أقول لم أسمع الترحيب. وش هو السبب؟ I don't care. أنا دلوعة البرنامج. عبد العزيز صلك من الخميس، لازم من نهار الخميس الماضي ما طلعت كمان يعني ومن الخميس ولا وغير كذا أنا دلوعة البرنامج لأنه أنا والدكتور حصري، بس الدكتور يروح للبرازيل. أنت شنو؟ أنت دلوعة البرنامج؟ أنت دلوعة مو دلوعة البرنامج يا ابن الحلال. أدلوع على البرنامج يعني أنا لا يعني البرنامج يدلعني، مو إنه أدلع إنه يعني تأنثون الكلمة، لا تأخذونها بالغلط، يعني البرنامج هو اللي مؤنث مو أنا رجل، فأنا أقول أنا أدلوع على البرنامج يعني أنا اللي أدلع على البرنامج من 11 سنة. أيوة أوكي، المهم إنك تكيت وضحكت هذا أهم شيء عندي أنا، بس خلاص أنت الموضوع خير إن شاء الله. هذا الوقت اللي راح هلا بدك تختصر فيه بعد الفاصل ماشي.